مساء الخير، لا تنسون تشتركون وتفعلون زر الجرس واذا عجبكم المقطع حطوا لايك. اليوم طبعا كل روتين يعني ترتيبات وتنظيفات حقت البيت، منت الشهر سمك خضار والدجاج. هذا الدجاج تجيكم دجاجتين في صحن، الدجاج مو كبير يعني شويه صغير كذا، تقريبا حجم الدجاجه 450 يمكن. يعني تجيكم الحبتين في الصحن ب 16 ريال، اخذنا تقريبا 6 صحون، لا 10 صحون، يعني 20 دجاجة في الصحن، في 10 صحون 20 دجاجة. واسعار تقريبا الخضار والفواكه كلها يعني 10 20 10، احنا ما نشتريها من هذا، نشتري من الكبرى، يعني أول شيء أرخص وثاني شيء كمية كبيرة، وحنا تقريبا عيلة كبيرة يعني من صغير مين منا عيلة صغيرة، عشان كذا نأخذ ونفرزن منا اللي نفرزن واللي نرتب نسويها في هذا. وغالبا يعني كل أسبوعين نشتري خضار جديدة، يعني نأخذ مثلا كيس الخيار الكبير نأخذ نص، كيس الباذنجان الكبير نأخذ نص، فيقعد عندنا فترة أسبوعين بس، بعد الأسبوعين نشتري مرة ثانية جديد. وهذه أدوات، طبعا هذه أدوات النظافة اللي طبعا الحين خلاص قرب العيد لازم تنظيفات نبدأ وكذا، ففترة العيد هذه اللي راحت كلها مكروفين كرش بسبب الزواج اللي عندنا، ما حنا فاضيين حتى نحك روسنا، وغير إنه كل يوم واحد يقوم واحد يمرض، واحد يقوم واحد يمرض، وبس والله. كذا تقريبا خلص يومنا، اشوفكم ان شاء الله بفيديو ثاني.